الروايات البوليسية بما تحتويه من مخططات للجرائم والرعب تحظى باهتمام كبير في الغالب من فئة المراهقين، لأني أنا أحب الكتب اللي يجي فيها قصص وجرائم ومن هذه الأشياء، لأن أحس لما الكاتب يكتب أو يسرد هذه القصص أحس يعيشني بالجو، يعيشني كيف نحقق في الموضوع، كأني أنا معهم في نفس الجريمة. ليش البوليسية؟ عشان أعرف نقاط يعني في السلوكية في النفسية حقت المجرم. شريت رواية تعتبر على 17 قصة موجودة بكتاب واحد، غامضة وفيها غموض وجرائم ورعب. فارس عاشور روائي بدأ بإخراج مقاطع مصورة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أصدر روايات بوليسية ليصبح مقصداً للمهتمين بهذا المحتوى. أنا محتواي أساساً موجه كان للكبار، لكن لاحظت أن توجه كبير منهم لي أنا، يحبون قصص البوليسية، يحبون قصص علم النفس مثلاً. أحس أن الجيل هذا محتاج أحد يسمعه، هي ترى تشغل المخ. يعني أنا بالنسبة لي أنا ما كنت متعمق بهالأمور، بس لما صار محتواي كنت صرت متعمق أكثر، صار تحليل الأمور مختلف أصلاً، يعني يفتح عقلك على أشياء أنت ما كنت تدري عنها، تحلل الأمور، تلاحظ ملاحظتك تصير أقوى. فأعتقد هالنوع من المحتوى هذا وهالنوع من القراءات هذه تنمي عقولهم أكثر. رغم تنوع كتب معرض الرياض الدولي للكتاب، إلا أن هذه الفئة العمرية تركز على العناوين البوليسية، ليبقى التساؤل حول الدوافع الواقفة خلف اهتماماتهم بهذا المجال من الكتب. لقناة الإخبارية مهند المالكي، الرياض.